xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay lix goobood oo ku yaala waqooyiga oo muran xoogari muddo ka taagnaa taasi oo la xiriirtay diwaangelinta cod bixiyeyaasha ee hadda ka socota Soomaaliland oo goobtaasi aan laga qabanin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faraton oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa shaaca ka qaaday go'aanka ay xukuumadu soo saartay wadaagtadaas waxay oranaysaa إن لحظة قبض أنا مال نشاعين كلية أي كبقى يبقى هذا يعني دور الشدة من الاحتوية ده أما من الحوينة بقول دور لي قطب كاسو أديها فحفاية وحوية قبها عد بحنتا تدك عد بحية يا شعاع عدك كب بحية إسكدي وين قرية كمد وحلو استعمالي أو كلية دور الشدة ما رحتوا يده عدكو ده عدكو ده كم بحنا يان أما الله أقبل ما أيوه تا دي جانده ده يو تا دور الشدة قرها وكل ده قطب كب لبعض قطب كلاد إن اللي جقل يدوني دور الشهادة قول ياش برلمان كي ديجان لذا إلا أنت أنت قوان عد اللي جقل يو هل كاي راعي دونان وحل السوقية حل السوقية إلا أنت لا مسير كود قوان اللي جقل وحد كود الله عديو اللي جمجل يدونه دور الشهادة قولها وكيل لذا يديجان لذا تجمويكا waxaan cadeynayaa in aan diiwaangelintu cod bixiyuhu wax saameyn ah ku yeelan doonin go'aanka gaarista lixda goobood iyo kala xadeyntooda dadka cod iska diiwaangeliya goobahaas imika xilligan la joogo wax saameyn ah kuma yeelan doonaan وأن كجارس تلحق القبض يكل حدين تود. إسلام تو شركة سجرايد كشرة وسيرك وحو فرين مهمة وتراي عيد مدى. عيد كبولس كا. جمهورية السوبل وحلو ورجلين يا إن إيرالية أنا بتقول يدا إسلام مركا أنا كجوتان وأشبات كود قرن مدة عيد وانجلته أضبحنته كسعته لحق القبض. هدبا وحا ليد فريا إن أدير جلسان ديوان جلنتا يرديقستا سنادوغ دي لحدة قوبود إيه كلاعة هلكا عير شيخ عبد جيدي عير لحلي بلدان لي بلدان لي إيو دمشا إيو دمشا باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيسا